هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، توسل فيه إجمال ينبغي تفصيله. نعم، توسل بالنبي أو بغيره إذا كان المقصود من طلب الدعاء من الشخص في حياته بأن يأتي إلى رجل صالح ويقول ادعو الله لي بكذا وكذا، فهذا لا بأس به. فقد توسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعباس الاستسقاء، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم أمر العباس فدعا الله عز وجل. التوسل الذي من هذا القبيل الذي معناه طلب الدعاء من الشخص في حياته، هذا لا بأس به. أما التوسل بمعنى توسط بالأموات والغائبين وسؤال الله بهم عز وجل، فهذا أمر مبتدع ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه بدون أن نجعل بيننا وبينه وسائط الدعاء، وإنما جاز طلب الدعاء من الحي لورود الدليل لذلك. أما الأموات والغائبون فإنه لم يرد ما يدل على أنهم يتوسلوا به، فالذي يفعل هذا يكون قد فعل بدعة ومحدثة في الدين. وإذا انضاف إلى هذا أنه يتقرب إلى هذا الواسطة بشيء من أنواع العبادة، هذا شرك أكبر، وهو الذي كان المشركون يفعلونه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا كان معنى التوسل أنه يطلب من الشخص الميت أو الغائب أن يقضي حاجته أو يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له والنذر له وغير ذلك، فهذا شرك أكبر. أما إذا كان المراد بالتوسل هو أن يقول اللهم إني أسألك بحق فلان وأتوسل إليك بفلان ونحو ذلك، فهذا من البدع والمحدثات في الدعاء. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.